طبعا الوضع الجديد بتاع الكورونا خلانا ان احنا ناخد بالنا اكتر في الاجراءات الاحترازيه اللي اقرتها الحكومه. اولا بدايه من اول ما بندخلش اكتر من 3 افراد جوه المحل، منظمين حركه البيع، كل العاملين لابسين ماسكات وجوانتيات، لازم كل زبون يطهر ايده اول ما يخش المحل، واول ما بيتعامل مع اي حاجه او فلوس او النقود او اي حاجه بيمسكها بيتعامل معاها لازم يبقى فيه مطاير. طبعا كل سنه وانتم طيبين. رمضان لا غنى عن حلويات الشرقيه، وخصوصا قبل الفطار بيبقى فيه ضغط شغل شويه، فمنظمين حركه البيع بحيث ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي عاملاها الحكومه. الكنافه والقطايف والحاجات دي لازم تبقى اساسي طبعا عندنا، فبيبقى فيه اقبال يعني علينا الحمد لله في رمضان، ولازم يبقى فيه حرص على ان يبقى فيه مسافه ما بيني وما بين العميل وانا بحاسبه، ويبقى فيه مسافه ما بينه وما بين البياع، وقبل ما يخش وبعد ما يخش لازم يطهر ايده بالمطهرات بتاعته. وانا داخل لقيت يافطه مكتوب عليها ممنوع تواجد اكثر من 3 داخل المحل، وفي ناس واقفه بره، فانا وقفت في دوري ودخلت، وصراحه يعني مش واقفين زحمه، لا واقفين واحد جنب واحد في مسافه بينهم. دخلت وحاجتي بتجهز اهي وهاخدها وامشي، وهعقم ايدي قبل ما امشي على طول، واللي بعدي هيخش وهياخد حاجته وهيعمل نفس اللي انا عملته، هيعقم ايده بعد ما يخلص وقبل ما يبتدي، وهما ماشيين 3 بـ3.